درس بسيط نتكلم على ازاي تفهم الكمبيوتر ديسيجن انستراكشن، اللي هو ازاي تفهم اتخاذ القرارات في الكمبيوتر، اللي هو باختصار جدا للناس كلها معروف، اللي هو ازاي اعمل شرط جوه، ازاي اعمل ايه، ازاي اقول لو حصل كذا اعمل كذا، لو ما حصلش كذا اعمل كذا، والى اخره. خلاص، فبيقول لي في الجزء ده في مفاهيم اساسيه انت فاهمها كويس جدا، وتبقى مفرق ما بينها عشان تبقى على اسس قبل كده تشتغل وتكتب الجمل والكلام ده كله. فبيقول لي ايه؟ مفترض ان احنا نفهم في الدرس دوت الاشكال المختلفه فيريس ديسيجن ستراكشرز، يعني تفهم الاشكال المختلفه اللي بتاخد بيها القرار. يعني مثلا في اف، في سويتش، في كذا جمله بتاخد بيها القرار، فعايزك تعرفها في الجمل المختلفه. In all computer programming language، يعني بيتكلم على اي لغه كمبيوتر بيبقى في كذا جمله بتاخد بيها القرار، فمفترض تتعرف على ايه؟ على الجمل دي اللي موجوده في اي لغه من اللغات بتاعت البرمجه. فبيقول لي بالاساس لازم تعرف الاف ديسيجن ستراكشر، على اساس ان الاف ديسيجن ستراكشر هي الجمله الاساسيه في كل اللغات البرمجيه. اي بروجرامنج لانجوج هتلاقي فيها جمله اف وماشيه بنفس الايه؟ المنطق. خلاص؟ حتى لو كان شكلها بيختلف، فبيقول لي لازم تفهم الشكل ده. وبعد كده لازم تفهم اشكال ثانيه على حسب اللغه اللي انت شغال فيها. في طبعا بالتفصيل بقى الاف الس والحاجات دي كلها، والسويتش او سيلكت كيس، في بعض اللغات بتقول سويتش او مش عارف، كل لغه بتقول سويتش الا فيجوال بيزك وكام لغه ثانيه بيقولوا ايه؟ سيلكت كيس. خلاص؟ الاغلب كله ايه؟ سويتش. وازاي تقدر تتعلم ازاي تقدر تريدنج الفلو تشارتس، ازاي تقرا فلو تشارت، فلو تشارت يعني رسمه للبرنامج، رسمه للايه؟ وانا بيقول لك بس مجرد تقراها، المفروض انتوا طبعا مخططين دي مفترض يعني. خلاص؟ طيب. طبعا مش بتكلم على بتوع عباره. اما الديسيجن تيبلز انك تفهم جدول القرار، اللي هو المقصود بيه لو ترو وترو يبقى ترو، لو ترو فورس يبقى مش عارف ايه، اللي هو لو كان الشرط ده ايه وايه يحصل ايه يعني. خلاص؟ وازاي تفهم يعني ازاي تعمل ايفالويتنج الاكسبريشن. ايفالويتنج الاكسبريشن تقدر تقيم الاكسبريشن، اكسبريشن يعني جمله مكتوبه فيها زائد وبيساوي وضرب وقسم ومجموعه عمليات كده، ازاي تقدر تقول ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده فين والشرط فين، وازاي تفكك الايه؟ الاكسبريشن من بعضيه. كويس. فبيقول لك الاسئله المفترض ان احنا اللي هي جاردن كويشنز، يعني بيقول لك وات ار ذا ديفرنت، ايه هو المختلف في الديسيجن ستراكشرز المستخدمه تو كنترول ذا اكزكيوشن اوف بروجرام كوماندز. بيقول لك ايه هي، بيقول لك المفترض تبقى انت عارف ايه هو الاختلاف الاساسي ما بين جمل اتخاذ القرار، خلاص، اللي بتستخدم عشان اقدر يعني اقدر انفذ امر او امر، لا اف ان حصل كذا نفذ ده، اما انس اللي حصل كذا نفذ ده، ايه بقى لو او سويتش كذا نفذ ده، سويتش كذا نفذ ده، انت تفهم الفروق الاساسيه ما بين الجمل دي. الحاجه الثانيه هاو دو فلو تشارتس اند ديسيجن تيبلز شو، يعني بيقول لك ازاي خريطه الترفق دي اللي احنا بنسميها فلو تشارتس او ديسيجن تيبلز اللي احنا هنوريكم كمان شويه، يعرض لك يعني بناء مختلف من القرارات المختلفه، هنشوف ازاي. فبيقول لك بس قبل كده انت محتاج تراجع بعض المفاهيم او بعض المصطلحات كفرشه ليك قبل ما تشتغل بالجمل دي. فبيقول لي في بعض المفاهيم الاساسيه، اول حاجه اسمها ريليشنال اوبريتور، ريليشنال اوبريتور، حاجه اسمها لوجيكال اوبريتور، في حاجه اسمها اند اور ونوت، يعني نبدا نتكلم عليهم واحده واحده. خلاص؟ بس ابص كده على حاجه نقوله كده على السريع دلوقتي. الريليشنال اوبريتور اللي هي او ساعات بيسموها كومباريزن اوبريتور، يعني لو سميت حد سماها كومباريزن اوبريتور او ريليشنال اوبريتور، هم ايه بقى؟ قال لك اللي هم اكبر من، اكبر من او يساوي، اصغر من، اصغر من او يساوي، لا يساوي، يساوي، كل دول اسمهم ايه؟ كومباريزن اوبريتور او ريليشنال اوبريتور، هي عوامل المقارنه او عوامل اللي عوامل المقارنه، هو بيقارن هل خمسه اكبر من سته؟ فيرد عليا يقول لي يا يا طبعا كل الشروط في الاخر بيرد عليك يا يا لا. خلاص؟ طيب بعد كده بيقول لك في حاجه اسمها لوجيكال اوبريتور، واللوجيكال اوبريتورز
اللي هي الاند والاور والنوت، ثلاث جمل هم دول الايه اللوجيكال اوبريتور. والمقصود بيها ان هو بيجمع ما بين اثنين، اغلب الاحيان بيجمع ما بين اثنين ريليشنال اوبريتورز، يعني مثلا ممكن خمسه اكبر من ثلاثه اند او اور الثلاثه اصغر من سته. في الفكره بيبقى عندي هنا حاله شرطيه مكونه من كومباريزن اوبريتور او ريليشنال اوبريتور، خمسه اكبر من سته هيرد عليه يقول يا لا يا لا يا اه خلاص. في عندي شرط ثاني ثلاثه اصغر من سته برضه هيرد عليه يا لا اه، عشان نرد مع بعض اقول ده اند او اور خلاص. انا في حاجه اسمها نقطه ثانيه اند اور يعني معا او اور، هنقول او مثلا مش التفاصيل بتاعتها بس. اما النقط لا دي معناها النفي، النقط دي معناها الايه؟ النفي اللي هو يقول لك خمسه اكبر من سته ردود عليها خمسه اكبر من سته لا. لو انا حاطط قدامها نقط هيقول لي اه اه مش اكبر. لو انا عملت كلمه نقط يبقى ايه؟ اه خمسه اكبر من سته طالما فيها نقط جيمش يبقى ايه؟ جيم. هنشوف ده الكلام ده بالتفصيل. في حاجه اسمها الكوليير اللي قلنا خلاص عرفناها وهي ترو او فولس. حاجه اسمها اكسبريشن، اكسبريشن بقى لما اقول انا خمسه اكبر من سته اند السته اصغر من ثلاثه ده كله على بعضه ده اسمه ايه؟ اكسبريشن. ده اسمه على بعضه كله ايه؟ اكسبريشن. خلاص؟ الكونديشن شرط شرط لا شرط لما اقول لو انا قلت اكس بتساوي خمسه زائد قلت اكس بتساوي اكس بتساوي 5 اكبر من 6 اند مش عارف ايه اصغر من 3 مثلا، ده كله على بعضه اسمه اسمه ايه؟ اكسبريشن. ده كله على بعضه اسمه ايه؟ لكن الجانب الثاني اسمه كونديشن اللي هو ايه بقى؟ هل اف طالما ان في اي اعتراض مكتوبه هترد عليا يا ترو يا فولس يبقى ده اسمه ايه؟ كونديشن. ده اسمه ايه؟ كونديشن. واقول هل الاكس اكبر من 5 ده كده حد ذاته بس اسمه كونديشن، حتى لو قلت عليه اند 3 اصغر من 4 اسمه برضه على بعضه كله اسمه كونديشن. وفي الاخر كله لما يتقيم هيرد عليا كلمه يا اه يا لا. يبقى خد قرار يا اه يا ايه؟ يا لا. الفاليو طبعا مفهومه الفاليو. الفاليو مفهومه العاديه اللي هي 5 6 الكلام ده. اف اف دي بتحط بعدها الشرط. الس معناها لو الشرط ما اتحققش. دي كلمه يعني بشكل عام. في جمله اسمها سويتش سويتش. سويتش دي زي بالظبط. زي السويتش بتاع المروحه. فبتاخد قرار يا تحط سرعه على واحد يا اثنين ثلاثه. دي معنى فكره السويتش. السويتش يعني بقول له حول، حول على واحد يبقى هتشتغل بسرعه معينه. اثنين هتشتغل بسرعه ثانيه معينه، ثلاثه هتشتغل بسرعه ثانيه. لو انت عايز تاخد مثال اوضح زي ما بشتغل فوق اوتوماتيك كده، فوق اوتوماتيك كده. لو عملت كده يشتغل بروجرام معين بنظام معين. عملت تاك كمان يشتغل بروجرام معين بنظام معين مختلف عن الاولاني، صح ولا لا؟ هي نفس الفكره. بقول لك السويتش برضه بتاخد قرارات، لو حصل كذا هيعمل عمليات معينه، حصل كذا ياخد عمليات معينه. فاهم ازاي كده؟ طيب بريك دي، بريك دي معناها ما تكملش. بريك دي معناها اهرب من الكود وما تكملش. بريك دي معناها كده. ازاي؟ هنشوف كمان شويه. كيس الحالات الخاصه بالسويتش. كيس يعني الحالات الخاصه، يعني انا في الحاله يعني قلنا كده ايه؟ بتاع ال بس انا برضه ما التكه الاولى كده دي الكيس الاولى، الثاني اسمها الكيس الثاني، الثالث اسمها الكيس الثالثه كده خلاص. حاله الالجوريزم هو عباره عن الكود، الكود مكتوب بس مكتوب كروك كده بنسميه الجوريزم خلاص كده. يعني كود بس مش ايه؟ مش بتحط على الكمبيوتر يشتغل، هو بس ايه؟ شخبطه للي المفروض يتحط على الجهاز ايه؟ يشتغل خلاص كده. طيب بعد كده بيسميه بحاجه بيتكلم عن حاجه اسمها كومباوند كومباوند ستيتمنتس اللي هي مجموعه من الاوبريتورز المدمجه. يعني ايه؟ مثلا عندنا اوبريتور مشهور اسمه زائد بيساوي، هو اسمه كده، هو اسمه كده يعني هو زائد ومعاه بيساوي، بيساوي حاجه وزائد ايه؟ يعني حاجه ثانيه. في عندنا على بيساوي وناقص بيساوي كانت مجموعه من الاوبريتورز بتدخل مجموعه الاوبريتورز مع بعض يعني الزائد بس. انا ممكن اقول لك زائد بيساوي، يعني ايه زائد بيساوي؟ اقول لك زائد زائد بلس بلس يعني بلس بلس تعمل ايه؟ خلاص. بعد كده بيتكلم عن حاجه اسمها نيستد ستيتمنتس. نيستد ستيتمنتس يعني مجموعه من الجمل بس يعني هيشبكوا مع بعض يخشوا في بعض. نيستد ستيتمنتس
اللي هو ايه جمله اف اف ان حصل كذا ها هتعمل عمليه يقول لك انا مش هعمل عمليه هعمل اف ثاني والاف الثاني خش بقى اف الثالثه والاف الثالثه خش بقى اف الرابعه عادي بقول لك ممكن ادخل الجمل هو ايه هو خلاص بعد كده بقول لك حاجه اسمها البريسيدنس اللي هو الاولويات لازم تفهم حاجه اسمها الاولويات يعني ايه اللي بتنفذ ثم ايه ثم ايه ثم ايه يعني مثلا اقول 5 زائد 3 بجنيه ولا 5 زائد 3 يقول لي 8 8 في 2 يقول لي 16 اقول له غلط الاولويه للضغط يعني لو اخترت 5 3 في 2 او لا 3 في 2 بعد كده 5 3 في 2 ب 6 زائد ايه قلنا كام الاول؟ 11 على طول طلع لي رقم ثاني خالص بسبب ان انا ايه نفذت حاجه قبل حاجه او حاجه بعد ايه؟ يبقى في اولويه للتنفيذ لازم تفهم الاولويه ده الحاجات اللي ايه الحاجات اللي احنا لازم نكون عارفينها نعم ايه